مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وخبر جديد. معاكم اياد ورجعت لكم بفيديو اخبار جديد. اليوم حيكون الفيديو مليء بمجموعة من الاخبار اللي حتكون كتير صارة. فقبل ما يبلش الفيديو لا تنسوا تضيفوني على حساب الصفحة على انستغرام جوك تيفي، واذا كنتم مهتمين فيني شخصيا فبامكانكم اضافتي على حسابي على انستغرام اياد جوك، الروابط تحت بصندوق الوصف. فخلونا نبلش بالاخبار. خلونا نبلش من عند أحمد حسن وزينب اللي فاجأوا المشاهدين والمتابعين بآخر فيديو وبآخر صور على حساباتهم على انستغرام وعلى يوتيوب. ففاجأوا المتابعين بمفاجأة انه ابنتهم آيلين حتكون متواجدة بفيديوهاتهم المقبلة، وحيكون اول ظهور لإلها من بعد المشكلة اللي صارت معهم قبل فترة، حيث من بعد شاركوا مقلب ببنتهم واللي اثار ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضب كبير من الناس، ومن بعد ما تم عقابهم بمجموعة من العقوبات اللي كان من بينها غرامة مالية وعدم اظهار بنتهم لوقت محدد. اخيرا خلص الوقت المحدد وظهرت بنتهم آيلين على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصور الظاهرة في الشاشة، حيث شاركوها على حساباتهم على انستغرام وكذلك بفيديو كان فلوج على يوتيوب. اما باليوتيوب فعم يستعد لاطلاق اغنية جديدة لإله وفيديو كليب جديد لإله، حيث شارك هذا البوست على انستغرام كصورة جديدة على انستغرام وتفاعل مع المتابعين عن طريق الستوري بإجابة على اسئلة المتابعين. فكل المعلومات بخصوص الأغنية والفيديو كليب وموعد نزولها بهذا الفيديو. أما نارين بيوتي ومن بعد ما رجعت للسويد شارك مبارح جلال ستوري مفاجئ على انستغرام، حيث سرب فيه أغنية نارين أو مقطع جزء كتير بسيط من أغنية نارين اللي راح تنزل قريبا على قناتها، حيث هتكون اغنية منفردة لإلها واللي اعلنت عنها قبل فترة، حيث هتكون الاغنية حزينة. فخلونا نشوف هذا الستوري لنكتشف كيف كانت الاغنية. بصراحة انا من هذا الستوري اكيد الاغنية شفت انه اكيد الاغنية حتكون كتير حلوة، وخاصة الصوت مبين كتير حلو والموسيقى هادئة والأجواء كتير رائعة، وحنشوف أول مرة نارين بيوتي بأغنية حزينة وحساسة. فخلونا ننتظر بين ما تعلن نارين بيوتي عن موعد نزول الأغنية. أما نور ستارز فشاركت هذا الستوري عبر حسابها على انستغرام، حيث كان عبارة عن أسئلة وأجوبة مع صديقاتها بدبي. صراحة هذا الستوري أثار ضجة كتير كبيرة لأنه نور ستارز ما أجابت على سؤال إذا هي مرتبطة. صراحة ما بعرف إذا عم بتلمح أنه هي مرتبطة يعني أو بعلاقة أو كان لإثارة الجدل فقط. فشوفوا هذا الفيديو، رح أترك لكم الستوري هون، وهل إذا نور ستارز بعلاقة أو لإثارة الجدل فقط أو للمزح فقط مع المتابعين أو مع أصدقاء صديقاتها. شاركوني رايكم تحت. اوكي مرتبطين ولا عزبايين؟ انتوا بلشوا. ليش انا؟ انتوا بلشوا. انا عزباء. انا 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 وعزباء والحمد لله. انا ضد صايره فضحت اصلا. فهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا كمان من الأخبار. إذا بدكم تحضروا أخبار ثانية وأخبار يومية عن اليوتيوبرز على تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والسادسة مساء بتوقيت الجزائر المغرب وتونس والسابعة بتوقيت مصر والأردن، اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات. في كتير عدد منكم مو مشترك بالقناة ومو مفعل جرس التنبيهات، فلازم تشتركوا وتفعلوا الجرس مشان توصلكم إشعار لما ينزل الفيديو على هذه الساعات. شكرا على دعمكم ومحبتكم، شكرا على التعليقات اللي شفتها بالفيديو الأخير. كأول مرة مو أول مرة ولكن أخذت هذا القرار مؤخرا أني أطلع وأحكي معكم ودردج، هيك بيكون أفضل وأريح لي. فشكرا لكم. وبخصوص الناس اللي علقت أنه صوتي مبين أكبر مني، صوتي هيك يا جماعة، انا اللي مبين اصغر، انا عمري 19 سنه. اوكي، فما بعرف 19 سنه صغير ولا كبير.
شاركوني رأيكم بخانة التعليقات كمان. بحبكم كتير، شكرا على دعمكم، بشوفكم بفيديو جاي، باي باي.